إليهم بآخر وحي هو الرسول صلى الله عليه وسلم محمد والباقي بشر. لا، قال لك لا، هم وحي ومعصومين ويعلمون الغيب، ومن لم يؤمن بهم كافر. يبقى كفروا برضو بس بطريقة تانية، من لم يؤمن بفريقه. وظهر بعد ذلك أيضا فريق آخر ثالث سموهم الايه؟ المرجئة. مرجئة يعني ما تقول ارجع العمل دوت، يعني اجله. يعني المرجئة يعني ايه يا احمد؟ المؤجلة يعني. طب اجله ايه؟ جم الجماعة الفريق دولي لما لقوا قصاد منهم فرقة، احنا بنتكلم في جيل، مش جيل الصحابة ولا جيل ابناء الصحابة، ده جيل ابناء بلاد اخرى غير مسلمة، دخلوا في الاسلام فمتأثرين بافكارهم، فمفكرين الدين ده كل واحد يقول على كيفه فيه. فطلع المرجئة دول شافوا قصاد منهم فرقتين، فرقة موجودة ها في وسط المسلمين بتكفر، وفرقة تانية بتعظم وتأله وتصنع منهم آلهة. فطلعت فرقة المرجئة قال بص، احنا لا هنكفر ولا هنقول دول داخلين الجنة ولا هنقول دول آلهة ولا بتاع، طب ما نسيب المواضيع دي كلها لحد يوم القيامة، وربنا بقى يوم الله عين الله وخلاص. فلا قالوا ده مسلم ومؤمن ولا ده مش مؤمن، ولا قالوا ان ده غلطان ولا ده مش غلطان، عشان يعني ايه؟ نظام ماركت فكك. اهو ده بقى الفرقة دي، وبرضو ضلت. ليه؟ لان ما يجي لي واحد مثلا يزن ويسرق وما يصليش ويقول لا اله الا الله، المرجع يقولوا عليه لا ملناش دعوه، ان شاء الله باذن الله هو عند ربنا امر ربنا ان شاء الله يوم القيامه. الله، طب يبقى ده عمر معروف، قول انت غلطان، يقول لك لا ماليش دعوه فكك. يبقى دي الغلطه جت من هنا، ان هيبتدي يفرط في الدين ويقول لك كله ان شاء الله هيعدي بقى، كله هيعدي بقى كده، الحكايه بقت سبهلله بقى كده، باظت الدنيا خلاص. يبقى دي فريق من الفرق ظهر برضه. طب كمان بعدهم ظهر فرقه برضه اسمهم يا سيدي القدريه. القدريه ايه؟ القدريه دول من اسم كلمه القدر، القدر ان في ربنا له حكم وله قضاء وقدر. فهم الفرقه دولي القدريه دولي نفوا حاجه اسمها قدر. انا مش حاجه اسمها قدر، ربنا من له مشيئه علينا كلنا، ده ربنا اللي خلانا، هو اللي اداك الاراده انك انت تختار او ما تختارش، وعلى اختيارك اني اذلك بيه تكون النتيجه عند ربنا. قال لك لا، ده اللي بعمل نفسي فيه، ربنا لو عندي حاجه، ربنا ما ليش عندي حاجه. هذه علم ريحه ظهرت برضه في التاريخ الاسلامي باسمهم مفاة الايه؟ القدر. اللي خلاص ربنا عمل الكون كده وسابه، واحنا كده بنتصرف بمزاجنا واللي عايزينه نعمله. الله، وده ينفع يعني كان ربنا سابك كده يعني خلاص ربنا ما عادش له سلطان عليك؟ اهو ده البجحه من الظالمين والبجحه من الضالين والبجحه من العصاة، ولا بمزاجي. اهو ده بقى اللي نفى ايه؟ قدر ربنا عز وجل، لانه ربنا له حكم عليه. هذول فعل اسمها ايه؟ القدريه، نفاة قدر الله وترتيب الله للكون وحكمه في هذا الوجود. فنفوا عقيده الايمان بالقضاء والقدر. عكسهم طلعت فرقه اسمهم جبريه. اسمهم الايه؟ الجبريه. الجبريه ايه؟ يمشي يزني يسرق يعمل نفسه فيه، وبعدين يقول لك هنعمل ايه؟ كلنا لله، ربنا اللي عاوز كده مش بايدي، ربنا اللي غايب ليا كده. يعني يزني ونط ويقول لك اصل ربنا هو اللي هيجي، لو ما كانش هيجي ما كنتش عمال. الله يرضى عليك يا اسود، يعني تاكل التحميصه وتتهم في الجدي، يا دي النصيبه السوداء. ايه الخرافه؟ ايه الخرب ده؟ نفهم ان لهم اختيار، مع ان هو بيعمل المعصيه باختياره، وربنا اصلا له اراده انه يداله اذن انه يختار بس. لكن اذا اختار الخير ربنا هيشجعه على الخير، واذا اختار الشر ربنا هيسيبه في الشر ويعاقبه عليه، ما جبروش عليه، واخد بالك؟ ولا يرضى له الكفر، لكن هو بقى يعمل العمله ويقول لك ما هو ربنا اللي عاوز كده. اعوذ بالله. اهو ده بجاحه برضه من الافكار والتيارات التي ظهرت اسمهم الايه؟ الجبريه. بعد كده ظهرت برضه فرقه اسمها الجهميه. الجهميه دول ايه؟ بتوع ايه؟ طلعوا بدع لا هي في القران ولا هي في السنه، وكفروا كل اللي خالفهم ويحكموا عليه بالابتداع. كل اللي خالفهم كافر ومبتدع في مواضيع ما هاش لا قران ولا في السنه.
واخد بالك، عامل نفسهم فرقه كده، واللي يمشي معانا يبقى مننا مؤمن، واللي يمشيش معانا حتى لو كان من اولياء الله الصالحين وابناء الانبياء كافر، وابن 60 كافر وضلالي. الله الله، ايه العناد ده؟ ايه الغرور ده؟ فهذه الفرقه دي قالت افكار على كيفها ليس لها اصل لا في القران ولا في السنه المطهره. طلع فرقه جديده بقى اسمهم المعتزله، قالوا بيقول لكم ايه، انت ده ماشي على مزاجه، وده متنح بغروره، وده غاله، وده كفر. طب احنا هنعتزل كل دول كلهم، هنسيب كل دول، مش هنمشي وراء مالناش دعوه ولا بده ولا بده ولا بده. طب ما هتعمل ايه؟ هتفهم دينك ازاي؟ قال هنشغل دماغنا. الله زي بتاع النهارده بقى اللي بيقول لك فكك بقى وايه؟ وشغل دماغك، سيبك ماليش دعوه، ما تقوليش قال الله، ما تقوليش قال الرسول. شغل دماغك. خد بالك. برنامج على كيفك. اللي رايحك اعمله. خد بالك، واللي رايحك اعمله. ظهرت فرقه المعتزله دول، كانت النيه بتاعتهم انهم يدافعوا عن الاسلام في وسط الايه؟ الجدل اللي انت شايفه ده. لكن وقعوا في مصيبه انهم خلوا الدماغ هي اللي تحكم على كلام ربنا. طب والدماغ هتحكم على ربنا، انهي دماغ بقى ان شاء الله؟ انهي دماغ؟ في واحد السجاير بتاعته 10% لاسع، الثاني 20% لاسع، والثالث الربع لاسع، والرابع الربعين لاسعين، والخامس ثلاث ارباع لاسع، والسادس كله لاسع. يبقى انهي ان شاء الله فيهم بقى ان شاء الله اللي هنعمله؟ انهي واحد بقى في دوري هيطلع لنا 600 لاسع، ويطلع لنا دين لكل واحد بحسب ايه؟ لسعانه. يبقى عندي مثلا بلد فيها 120 مليون بني ادم، يبقى عندي 120 مليون دين. يبقى اتلعزق الدين خالص. ما دام الدين اللي يحكم على القران ويحكم على السنه. اذا الكلام ده كلام في منتهى الخطوره. وبدات الفرقه دي مع انها اصلا جايه تدافع عن الدين في وسط التيارات اللي كل واحد ماشي على كيفه ده، وبرضه الاخرين مشوا على كيفهم بقى، بس باسم ان احنا العاقلين يعني. طب لما انت عايل قول انا امنت باللي في القران وفي السنه وخلاص. لا، هشغل دماغي، اللي يخش دماغي هاخده، واللي مش هياخد دماغي هسيبه. يبقى انت سبت من الدين، ضيعت نفسك اهو. يبقى ده فرقه الايه؟ المعتزله. ظهر برضو خلاف على قضيه السلطان، الحاكم الذي يحكم، وهل السلطان والحاكم مفوض من الله ونطيعه على بلاويه، ولا مش مفوض من الله زي بقيه البشر، يخطئ ويصيب، نكون معه في الطاعه ونتركه في المعصيه. يبقى برضه ظهر مشكله السياسه برضه من زمان برضه. خد بالك ليه؟ لان بدا يظهر ناس عملوا ثوره على مين؟ على سيدنا عثمان. جم عيال من الشام وجم من مصر، اتجمعوا، وابن سبأ اليهودي اجرهم، تعال انت هو ازاي تسيبوه كده يحكم؟ عثمان يحكم ازاي؟ ده عثمان المبشر بالجنة. ازاي تسيبوه يحكم كده ويودي قرايبه حكام ويعينهم وزراء ويعينهم رؤساء؟ واخد بالك؟ وازاي يقسم الفلوس هو لوحده؟ طب ما احنا لازم نخلعه. وجم فعلا راحوا قلبينه، واخد بالك، عاملين مظاهره ووقفوا حوالين البيت بتاعه، الى ان دخل بعض الناس اقتحمت عليه فمات شهيدا بسبب هذه الفكره. يبقى ده خروج على مين؟ على عثمان بن عفان. يبقى خروج دوت ادى الى ايه؟ ادى الى فتنه بين المسلمين، مش كده؟ طب والسبب بتاعه ايه؟ طمع الوصول للسلطه. يبقى استغلال السياسه للوصول للسلطه عمل لنا مصيبه انه قتل سيدنا عثمان. يبقى الاستغلال السياسي يجب ان احنا نحاربه، سواء من اللي يقول انا على دين او اللي مش على دين برضه. لما تيجي تقول لك لا ابعد الدين عن السياسه، طب وبعدين؟ والهلاسين بعدتهم عن السياسه؟ لا، ده انت ركبتهم بقى على اللي عنده دين يعني. يبقى يا تبعد الكل، ها؟ يا تحط شروط لمين اللي يبقى مظبوط نمشي معاه. فهمت الحته دي ولا مش فاهمها؟ واخد بالك؟ لان في بعض الناس عايزين يقول لك وسع لي بس السكه عشان اسكت براحتي، عشان ازني براحتي، عشان اسرق براحتي، عشان اظلم براحتي. لا، مش وسع، مش نظام بوسع لظالم، ولا وسع لكافر، ولا وسع لهزيمه الدين. لا.